ينضم إلينا السيد مخلد الحازم الباحث في الشأن السياسي والأمني. سيد مخلد، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. دعني أخذ منك أولا تقييما لما جاء على لسان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مؤتمره الصحفي مع نظيره العراقي. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك سيدتي وتحية للمشاهدين الإخبارية القاهرة. يعني هذه الزيارة أكيد غير معلن عنها كانت، وليس ضمن أجندة السيد أوستن إلى المنطقة، كانت تختص في الأردن ومصر وإسرائيل. لكن هنالك رسالة أراد من خلالها أوستن أن يرسلها إلى العراق والفواعل الموجودة داخل العراق ودول الجوار من خلال هذه الزيارة. والأهم فيما تطرق إليه أوستن في نقطتين مهمتين، أنه داعم إلى الحكومة العراقية، وبالتالي أي تعرض إلى القواعد الأمريكية قد يهدد التواجد الأمريكي ودعمه في محاربة الإرهاب. والنقطة الأهم هو تطرق إلى شراكة استراتيجية بعيدة الأمد، بعيدا عن وجودهم ضمن تحالف دولي ضد داعش، أي بما معنى أنه أوصل رسالة أنهم باقون في العراق والوجود الأمريكي باقي في العراق بشكل دائمي ضمن استراتيجيات بعيدة الأمد في مجالات أخرى بعيدا عن الأمن والدفاع. وهذه نقطة مهمة السيد مخلد، ما الذي يمكن للولايات المتحدة أن تقدمه لتنفيذ ما قالوه تحقيق أهدافنا وتحسين حياة العراقيين؟ يعني بدأنا نرى خطوات سابقة للجانب الأمريكي من خلال السفيرة الأمريكية في العراق، أنها كانت فاعلة بشكل أكثر من غيرها من السفراء، توغلت في جميع الوزارات العراقية، دعمت جميع الوزارات العراقية، حاولت أن تفتح آفاق كبيرة في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والكثير من المجالات. فبالتالي أمريكا اليوم لا تريد أن تدع العراق كما كانت سابقا في مجال الأمن والدفاع ومحاربة داعش، اليوم تريد أن تبني علاقات استراتيجية في جميع المجالات، وممكن أن تدخل في الاستثمار الحقيقي اليوم في مجال الطاقة ومجال الغاز ومجال الكهرباء، حتى لو أعطيت لشركات أخرى من دول أخرى فتكون تحت رعاية أمريكية، بالتالي تقطع أي مجال للتواصل مع دول مثل روسيا مثل إيران التي هي تعتبرها اليوم في خصام معها. فبالتالي نرى أن هنالك فاعل كبير داخل العراق من قبل بعض الدول برعاية أمريكية. اليوم الكل تبحث عن أرض خصبة للاستثمار، والعراق هو أرض يعني خصبة جيدة جدا لفتح جميع مجالات الاستثمار داخل العراق. اليوم أمريكا تنظر إلى العراق ليس كما كانت تنظر إليها سابقا كبلد محتل، اليوم ترتبط معها بشراكة استراتيجية، وهذه الشراكة الاستراتيجية تجعلها أنها تبقى إلى أمد طويل داخل العراق. إضافة إلى ذلك هي رسالة اطمئنان إلى الدول الجوار التي ترتبط معها أمريكا بعلاقات تاريخية في مجالات الأمن، وخصوصا بعدما قل الوجود الأمريكي في الخليج وفي المنطقة العسكري. فبالتالي هذه أعتقد كانت الهدف الرئيسي من هذه الزيارة. لماذا هذه الزيارة غير معلنة جاءت بهذا الشكل المفاجئ، خاصة وأن الرجل كان في زيارة إلى 3 عواصم عربية، بدأ بالأردن، يتبقى له عاصمتان، وبالتالي كان من المنطقي من الممكن أن تكون هذه الزيارة مجدولة، خاصة أنها تتزامن مع قبيل أيام من الذكرى 20 لغزو العراق من جهة، وأوستن نفسه كان آخر قائد للقوات الأمريكية منذ غزو العراق في 2003.
يعني أكيد هنالك رؤية أمريكية مفاجئة قد بعثت إلى السيد أوستن من خلال زيارته إلى الشرق الأوسط. أنا أرى أن الأمريكان يحاولوا من خلال هذه الزيارة أن يقوضوا الفواعل الإيرانية داخل العراق، وخصوصا بعد التهديد المتنامي الذي ظهر من إيران إلى دول المنطقة. نرى أن هذه الزيارة هي أتت لإثبات وجود أمريكا داخل العراق بعد مرور 20 عام من الغزو الأمريكي للعراق، أنها قد ثبتت ورسخت وجودها من خلال اتفاقيات استراتيجية، وأنها لا تنوي الخروج كما كان يطلب بعض الفواعل الداخلية لإيران في العراق، بأن أمريكا قد انتهى، يجب أن ينتهي وجودها بمجرد انتهاء العمليات العسكرية على داعش. لذلك أنا أرى هذه فيها عدة رسائل أهمها لإيران وإلى الفواعل الداخلية في العراق. من بين ما جاء على لسان أوستن في هذا المؤتمر الصحفي قوله إن العمل العسكري وحده لن يضمن القضاء على داعش، ما ملامح الرؤية الأمريكية برأيك في مسألة التعامل مع تنظيم داعش بغير وجهة النظر العسكرية؟ يعني أنا أرى أنهم يبحثون عن فكر مضاد لفكر داعش، وهذا الفكر المضاد يجب أن ينشأ من خلال مؤسسات ثقافية، مؤسسات إعلامية، مؤسسات يحاول الجانب الأمريكي رفضها ودعمها من أجل أن ينشأ لدينا فكر مضاد تمنع وجود حواضن إلى عصابات داعش في المنطقة. وهذا الفكر المضاد هي ما عملت عليه سابقا السفيرة الأمريكية في العراق. نعم. مع العلم أن السفيرة الأمريكية في العراق هي سفيرة فوق العادة، ليس كباقي السفراء، هي عملت في CIA وعملت في وزارة الدفاع وعملت في وزارة التعليم سابقا، فلديها رؤية كاملة عن ما موجود ضمن مكافحة الإرهاب. فلذلك أوستن ذهب بهذا المجال، أنه لا يمكن فقط محاربة داعش من خلال العمليات العسكرية، وممكن محاربته من خلال الفكر المضاد. شكرا لك، كنت معنا من بغداد السيد مخلد حازم الباحث في الشأن السياسي والأمنية.